ما عنده وترودي كوجا جنيه فان كيبيد أروح عنك سؤال له سؤالها وجب بدن يو إن سنترك جنيه فل النجوى ديني واحد خلافية السومال لانك أنو ده دفير نور الله ضد مدى وقروح بدن ومنك سبب وعنا كي السومال أنا كفار ده كان يضد كان هذا الوالد وده ليه سوبر ماركت نولي هو كاديك تمام تبوتي يهر جيسي وهل مقالو واي مدى يسوع ولا نمو xildhibaan barxad jaamac batoon oo kamid mudaniyasho golaha wakiilada Soomaaliland oo kulan warbaahin ad ku qabtay aqalka baarlamaanka Soomaaliland ayaa ka hadlay xisadda siyaasadeed ee ka soo cusboonaatay dawladaha Soomaaliland iyo Djibouti waxaanu sheegay in Soomaaliland iyo Djibouti ay ka dhaxayso wada dhalasho isla markaana xisadda ka soo cusboonaatay lagu dhameeyo arrin siyaasadeed oo degan dhinaca kale doorashadii ka dhacday dalkeena isku la maareed baarlamaanka iyo golaha deegaanka 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu shakhsiyan martiqaad ugu fidiyay madaxtooyada dalka Djibouti aan kulankayaga madaxweynaha Djibouti waxa farriin weyn oo runtii macna ballaaran يميسان مسكح ده كوي على طي ويقولش هاي جاي بس رجال مدح تويل سبب تمرتقاتكو وحياة هاي إنه شعب كا تمرية الصومال دور شدة أو دريران قروح ده إلى هاي دقنا شهد الكو ده يميزان كديمقراطية ده يا هناك إن الدولة نمو وبلاد بلادها Djibouti توقع قال سنة لا يقوم مع موصي أنا قوة كيلة شعب كي شرفت لها الكوبي اللي بعتن ككون إعرض يقول سيئي قبيلة أنت يقول قيمي هناك قرن مو مدحوي نجيلة وحمال أنت فرين وين ويقولي فرحات قاربة أنا جايتها تذكر رئيس ومال دولة نمدودة دور شو إنك أقول رحضة بدنا أي قلع أولي بس صوبالي ما أنت سمدة قاركة أيقون نغدين إن بسيل البحنمو دقناشو ديمقراطية دورشو يدقناش أي موتيا يقول مدبر وسمري دولة نمدودة إسماعيل واحد سكايا براي قروح للسومال إسماعيل واحد سكايا براي قيمة هالدورة شرسة أي لحيد إسماعيل واحد سكايا براي شعب كالسومال لانسده وقبس لادين قبيالته إسماله دولة Djibouti هي مدحوينه واحد من دابية كو أدى جنانشها من دقاتها بودهان هي قارهان دل كينية دولة نمدين أي وضع بلسا هدي خلاف سياسي يجرو دبلوماسية الدنيا دو واحد نفرسا إن هبد جن والدولة نماء وحلاوة ما يستو سعم في يد دجا لنا أن أرمها دولة ده كده حيلو تلك Djibouti قارح على عاصمة ديسو كارتي كسته أما حافظ كسته وأتقطو واحد وقول تجيسا intii na saxaafada iga duubaysa dadad wada heeltiin baad degan waxaan islaayay Djibouti iyo Hargeysa waa hal magaalo oo ay midayso walaalnimo xididnimo xigaalnimo wada dhalasho wax isku ahaansho midnimo iyo sokayanimo marka laga yimaado hanaanka dawladnimo oo iyaduna dalada guud ee dalalka aynu nahay sidee sideetankii markii Hargeysa diyuuradu ay rusheeyeen shacabkii Soomaaliland ee qaxay ee ka qaxay hubka noocyadiisa kala duwan oo anagu aanu ka mid ahay barta loo irkaday ee hantidii iyo maatidii iyo ubadkii iyo naftiba la biday Djibouti baa anagu waxa deganeen siis xaafada la yiraahdo Saafiilka agtiisa aanu deganeen bartaas aanu nabad ku helnay bartaas aanu joognay
بقولال كله وما أنت أما جرع ستاء أما هالدور كدل كنا دنا هكذا حياة يصير وجو كارين قادم دل كجيبوتي ودي أبص جيبوتي دت كده يديجان كده ما قولا ياش دل كنا أي مدحكي قولا جورت ديجا صور كده هلبانني كلي قولا هم برلمان كان هلبان كيوجو شروا كده انتي حكومة دا وسيرية جاسم يلبي كلي سيدي مركب أقلية دو أسامة حيسا ديغان كتبوتية دولة دي سدد كي كتير سرايو دل كتبورية دا سومان لان حل بارنو حساند لكوره أو حكومة دي كتير سر أيا دي من دابية دا يد جناش درد دل كسومان لان كشقيني أو حكومة دي نوح الله أقلقو هاي من الشقي أو مالين بقوري دبل عيد هاي نو سورينا أو هدي الوحد أركتان هب دبلوماسية دي بدوني دو كل قنطاية دبلوماسية دا يقاب كده أن وح كبرن سفير بقى تبوت يروح سفير تبوت إلا ده هذا سومن لام بتشوا مدحوينا تشوا مدحوينا نولان هنان ي وحويان ي ي ي ي يقاب لو وضع حليل الدولدو وضع حليل لام بتش شلا تورين وقينو حكومة ده نسكو قاعد يسوي الدولة ديجا كسوم على ده يتوبي أو مصطفى عكتر ولا هنف السياسة ده هي قدير waxaan ogeynina xal laga keri kari waayay dadkeena inuu jecelnahay in reeso inuu ogeyn wixina kala dhaxmaro gobol dhan baanta ay ku laab waxaan ognahay 24 saacadood dad masaakiina oo yeg nolol u baahan oo dadka Muqdisho degana oo maalinna la qarxinayo maalinna madaragtay qiimihi noloshoodu qiriqir ku jirto in loo buuayo ninka siyaasiga ee Muqdisho jooga dowlad nimadeena haduu diidan yahay dagaalkeenu la galayna oo mid diblomaasiyadeed laakiin ma aha in la isku buo oo kulba cid uqdad la yiro galin jabuuti wadad walaalaheen arugu kabar khadahan waxaan ahay xildhibaan golaha baarlamaanka tirsan Soomaaliland baan ku dhashay awoogay ku dhasho abahay ku dhasho abka aban ka soo jeedin maalin kaliya ma jecelin caalanka Soomaaliland iyo ciideeda iyo cisigeedu inay ciidi dibindaabi u geysato maalin dhowtaroodii ka ogaa jeneefaan ka yimid aro caalanka Soomaaliland su'aalaha ugu